فريق المتفائلين ربما يفوزون إذا عولوا على هذه النقطة بشكل كبير. أعتقد من المهم أن يكون قادر الرئيس أوباما في خطابه اليوم في القاهرة أن يميز نفسه جيدا عن الرئيس السابق جورج بوش وسياساته. أرى أنه يجب أن يكون هناك مكان في خطابه الآن. نعم. يقول بأنه ليس منحازا لإسرائيل، يعطي ما يجعله يخاطب العرب والمسلمين. نعم. بأكثر من مليار مسلم، مليار ونصف مسلم، و 325 مليون عربي، أنه ليس منحازا لإسرائيل كما هو الأمر مع الإدارات السابقة، أن الحرب على الإرهاب بمعناه السابق والتقليدي والذي رأيناه قد اختفت أو توقفت أو تغيرت بالكامل، لا يستعمل هذا كثيرا، أنه ليس عدوا لإيران بل يفتح باب الحوار وكذلك لسوريا، وكذلك يميز بين الأطراف التي لم يميز بينها الرئيس بوش في السابق. نعم. إذ وضع حماس وحزب الله وبن لادن في سلة واحدة، والحقيقة أن هناك اختلاف كبير بين حزب الله وحماس من جهة، وبين بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي وغيره من جهة أخرى. عليه أن يأتي بهذا الإطار، وإن تحدث عن الديمقراطية عليه أن يثبت أنه أكثر صدقا في هذه المسألة من الرئيس جورج بوش. أنا أرى أن هناك تغير في السياسة الأمريكية، أرى أن الرئيس أوباما هو أول رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة أخذ مبادرة بهذا الاتجاه، وسيبقى السؤال في ذهني كيف نتعامل كعرب؟ كيف نتعامل كعرب مع السياسة الأمريكية، مع هذه الفرصة؟ نضغط، نغير، نفكك، نطرح أطروحات جديدة، نفكر تفكير جديد. أعتقد أن هناك الكثير علينا أيضا. نعم، كيف سنتعامل كعرب وكمسلمين الآن في انتظار الخطاب الموجه للعالم الإسلامي؟ هذا سؤال مهم جدا، ولكن الحقيقة ونحن ننتظر هذا الخطاب، الخطاب المنتظر، الخطاب الموعود، نذكركم أو نذكر المشاهدين أيضا بما قاله وصرح به أوباما سابقا. يعني قال أيضا عملية السلام في الشرق الأوسط، قال إنها هي العقدة الرئيسة في العلاقة بين الولايات المتحدة والمسلمين، وكان لها اهتمام خاص في مقابلة أوباما مع العربية بشكل كبير. الرئيس الأمريكي أوباما أعرب عن اعتقاده بأن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط يستوجب التفكير في قضايا المنطقة مجتمعة، معتبرا أنها مترابطة ولا يمكن الفصل بينها. I think that there are ideas across the region of how we might pursue peace. أتصور أن هناك أفكار في جميع أنحاء المنطقة حول الطريقة التي يمكن بها المضي نحو السلام، وأرى أنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نفكر فقط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمعزل عن الأحداث الجارية في إيران أو سوريا أو لبنان أو أفغانستان أو باكستان، فهذه القضايا مترابطة ولا يمكن الفصل بينها. وأعتقد أننا إذا أردنا أن نتعامل مع المنطقة ككل، علينا أن نبعث برسالة إلى العالمين العربي والإسلامي أننا على استعداد للشروع في شراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة، وعلى ذلك يمكننا إحراز تقدم كبير. طبعا أوباما ذكر أيضا أنه طلب من مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أن يستمر أو يستمع إلى كافة الأطراف في الشرق الأوسط ويقدم تقريرا مفصلا، مضيفا طبعا أن الفلسطينيين والإسرائيليين على موعد مع اتخاذ قرارات صعبة، خاصة أن الفرصة سانحة أمام الطرفين لإحراز السلام. I think the most important thing is for the United States to get engaged right away. أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو بدء العمل على الفور. فجورج ميتشل مبعوث السلام للشرق الأوسط شخص يتمتع بمكانة رفيعة وبخبرة دولية هائلة في إبرام اتفاقات السلام، وطلبت منه أن يبدأ مهمته بالاستماع والحوار مع كل الأطراف المعنية، ثم يقدم تقريرا مفصلا يتضمن رأيه أيضا. وعلى أي حال لا يمكننا
أن نملي على الإسرائيليين أو الفلسطينيين ما هو الأفضل بالنسبة لهم، فهم على موعد مع اتخاذ بعض القرارات الهامة، خاصة أن الفرصة سانحة أمام الطرفين، وعليهما إدراك حقيقة هامة فأحواها أن المسار الذي يسلكانه الآن لن يحمل الرخاء والأمن لشعبيهما. لقد حان الوقت للعودة لطاولة المفاوضات، ولو أريد أن أصدر حكما مسبقا على كثير من هذه القضايا التي أثيرت حتى لا نعتقد أنها سوف تحل في غضون أشهر قليلة، وأنا على يقين تام بأن الولايات المتحدة التي تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وجميع الدول العربية في المنطقة سوف تحرز تقدما على قدر كبير من الأهمية. يعني ما صرح به أوباما تحديدا وما ينتظره المسلمون بشكل كبير وخصوصا العرب، العنوان الرئيس مسألة السلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هذه النقطة سنركز عليها في هذا المحور مع ضيوفي الكرام الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير في مركز الأهرام لدراسات الاستراتيجية من القاهرة، وأيضا من جدة السيد عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومن الكويت الدكتور شفيق الغبرة. لضيوفي مرة أخرى التقدير. دكتور وحيد، أبدأ من هذه النقطة، عنوان كبير طرحه الرئيس أوباما وهو ربط وقال يعني إحلال السلام يرتبط بشكل كبير في القضايا المنطقة مجتمعة، يعني ربط قضايا المنطقة مجتمعة، إيران، سوريا، لبنان، فلسطين، أفغانستان، باكستان. هذا الموضوع جعل البعض يقول القصة تزداد صعوبة لأنها مرتبطة ببعضها وهناك أشياء معقدة بشكل كبير. إلى أي حد هذا الطرح صحيح؟ يعني هو صحيح وغير صحيح في آن معا. هو صحيح بمعنى أنه هذه القضايا مترابطة من حيث تأثيراتها المتبادلة، أن كل منها يؤثر في الأخرى. كل تأخير في حل القضية الفلسطينية يؤدي إلى انتشار التطرف في المنطقة. انتشار التطرف تستفيد منه قوة معينة راديكالية يزداد وزنها، فتصبح قادرة على ممارسة مزيد من الضغوط، وبالتالي يصبح ويتحول بعضها إلى مشكلة كبيرة، وبالتالي يصبح من الصعب هنا أن نستمر في الربط. الترابط هو بين التأثيرات المتبادلة لكن ليس فيما يتعلق بالحلول. يعني لابد أن يسمع الرئيس أوباما جيدا من القادة العرب أنه لا ينبغي ربط حل القضية الفلسطينية بأي قضية أخرى في المنطقة، وإنما يعرف وأظن أنه يعني إلى حد ما على الأقل مما صرح به وتحدث به خلال الفترة الماضية يدرك أن حل القضية الفلسطينية يغير الأجواء في المنطقة، أو حتى البدء في إحراز تقدم حقيقي على طريق الحل يمكن أن يغير الأجواء فيؤثر على القضايا الأخرى التي يبدو بعضها مستعصيا الآن، مثل قضية البرنامج النووي الإيراني. لكن الربط المباشر بين حل قضية مثل قضية فلسطين ومسألة مثل مسألة البرنامج النووي الإيراني هو خطير في حد ذاته، فضلا عن أنه يؤدي إلى مزيد من الصعوبات، لأنه القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية لا ينبغي ربطها بأي قضية أخرى، ولا ينبغي إعطاء يعني طرف بعينه في المنطقة فرصة لمجرد أنه يعني لديه سياسة أكثر تشددا في أن يستفيد هذا الطرف من حل القضية الفلسطينية على حساب هذه القضية أو على حساب الشعب الفلسطيني أو على حساب مستقبل المنطقة والترتيبات الإقليمية المستقبلية فيها. وبالتالي لابد من التمييز في موضوع الترابط بين التأثيرات وبين الحلول. دكتور عبد العزيز، يعني القلق عند بعض الذين ركزوا على هذه النقطة في العالم العربي يأتي من ما أعلن من اشتراط إسرائيلي إلى أمريكا تحديدا بالربط ما بين جاوبوا على قلقنا من الملف الإيراني النووي نجيبكم على مسألة ما تريدونه من إحراز تقدم في الملف الفلسطيني. هذا جاء على لسان نتنياهو، ليبرمان، العديد من السياسيين في إسرائيل. هذا أقلق العالم العربي بشكل كبير، هذا الربط ما بين الملف الإيراني وما بين مسألة الإنجاز في عملية السلام داخل ما بين إسرائيل والفلسطينيين. بالتأكيد محاولة تسويف من الحكومة الإسرائيلية الحالية
في الربط ما بين هذه القضيتين. أولا إسرائيل كانت دائما تدعي بأن الملف النووي الإيراني هو الخط الأحمر وهو التهديد الأكبر بالنسبة لإسرائيل. خوفي في الوقت الحاضر من أن تستغل إسرائيل هذه الفرصة فتحول انتباه من عملية التفاوض على الوصول إلى حل فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى قضية أخرى بالتحديد الجانب الملف النووي الإيراني. طبعا ساعد في ذلك التهديدات الإيرانية التي أطلقتها لإزالة إسرائيل وأن هذه قنبلة ذرية إسلامية ولماذا الخوف من قنبلة واحدة والكل يستخدم أو لديه قنابل ذرية متعددة. هذه كلها عوامل ساعدت إسرائيل أن تستخدم الخطاب الإعلامي الإيراني لمصلحتها ولذاتها. ولكن حقيقة لا يوجد ربط مباشر في هذا الجانب لأنه يعني بالتأكيد أن الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع طويل أمد له مرتكزات مختلفة وبالإمكان الوصول إلى حلول. الدول العربية طرحت مبادرتها والتي يجب على إسرائيل ويجب أن يكون هناك ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل لقبولها. وهنا الامتحان يأتي لإدارة الرئيس أوباما في الفرق بين الوعود والنوايا الحسنة والتوجهات الإيجابية والقدرة على الضغط على إسرائيل القبول بالحلول. إذا استمرت إيران في برنامجها النووي واستمرت في عملية التخصيب وتجاهلت قرارات مجلس الأمن وتجاهلت الإرادة الدولية وتجاهلت حتى الحلول الإيجابية ورغبة الرئيس أوباما للحوار المباشر مع إيران، فهي أيضا يعني تمكن إسرائيل من استخدام هذه كذريعة إضافية. نعم، يعني سيد شفيق الغبرة في الكويت، يعني نفس النقطة حقيقة وأنا أكرر أننا نناقش مصطلح أطلقه أوباما في أحد تصريحاته ونحن نركز هكذا نقرأ ما قاله لنتوقع ما سيقوله في اجتماع أو في خطابه في القاهرة. هو يقول إحلال السلام يستوجب التفكير في قضايا المنطقة بشكل كامل، هذا الربط أقلق البعض وطمأن البعض. نركز على ربط آخر، يعني هناك ربط آخر في مسألة الاستراتيجية الأمريكية التي أعلن بعض ملامحها وهي تقول التحرك يكون على ثلاثة مستويات: لبنان، فلسطين، وسوريا تحديدا حتى نكون أن هناك سلام شامل. يعني حتى هذا الربط لدى البعض يقول هو يعوق، يعني هم غير قادرين على إنجاز محور واحد فلسطيني، كيف يمكن أن ينجزوا المحور السوري والمحور اللبناني في آن واحد؟ أوافق تماما أن الرئيس أوباما يفكر جديا بترابط وتلازم المسارات. حقيقة الأمر أن منطقتنا العربية في الصراع العربي الإسرائيلي موحدة في إطار التفكك، القضية واحدة والإشكالات مترابطة إلى الغاية. لكي يكون هناك مسار فلسطيني عنوانه الرئيسي دولة فلسطينية مستقلة، حق العودة، القدس الشرقية وهي العاصمة للدولة الفلسطينية، المستعمرات، الاستيطان، هناك تفاصيل كثيرة في الحل الفلسطيني الذي أرى أنه قابل للنضوج، ولكن هذا غير ممكن بلا المسار السوري وبلا المسار اللبناني وبلا تحييد إيران وفتح الحوار أيضا مع إيران. لننظر إلى الأمر لكي تتشجع حماس وهي ظاهرة فلسطينية ولكن لديها علاقات سورية إيرانية، لابد من ضوء أخضر من إيران ومن سوريا لكي يستطيع حزب الله وهو حزب لبناني وله شرعية لبنانية، لابد من أن حلفائه أيضا قد تشاور معهم. تلازم المسارات وتداخل المسارات جوهري للحل الشامل للصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك ضمان الرضا والموقف السعودي والمصري والخليجي وبقية المواقف العربية الأخرى. لكن نعم، المسار اللبناني، المسار السوري، المسار الفلسطيني وتحييد إيران أو الحوار مع إيران وإيجاد طرق للتعامل إيجابية مع إيران وبناءها سيكون جوهري في التعامل مع ما هو قادم بالنسبة لموضوع السلام. وواضح في ذهني على الأقل أنه واضح جيدا أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تتشارك مع العرب، أن تصل إلى الشراكة التي تتحدث عنها في مجالات عديدة بلا حل جدي وصادق وعادل وشامل
للقضية الفلسطينية في إطار تعدد المسارات. الأسئلة مستمرة الحقيقة، ونحن في بداية التغطية وسنستمر حتى يلقى هذا الخطاب، وما كنا نناقشه في إطار التوقع سيكون مناقشة في إطار ما أعلنه أوباما في هذا الخطاب المنتظر. ضيوف الكرام ومشاهدي الكرام ابقوا معنا وانتظرونا بعد الفاصل، سنواصل هذه التغطية المتواصلة في انتظار خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في جامعة القاهرة.